يشغلون سورة البقرة 3 أيام متتالية، طبعا سورة الفاتحة طبعا هذه رئيسية، تشغل سورة الفاتحة ثم سورة البقرة اليوم الأول، بعدين اليوم الثاني يشغلون سورة الفاتحة والبقرة، اليوم الثالث يشغلون سورة الفاتحة والبقرة، اليوم الرابع سورة الفاتحة والعمران، اليوم الخامس آل عمران، السادس آل عمران، بعدين بعد 3 أيام 3 أيام 3 أيام بعدين يشغلون سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، 3 أيام متتالية، سواء شغلوا سورة الفاتحة قبلها أو ما شغلوا، شغلوا سورة طه 3 أيام متتالية، سورة الشعراء 3 أيام متتالية، سورة يونس 3 أيام متتالية، سورة الإسراء 3 أيام متتالية، بعدين يشغلون سورة الصافات، وتكرر في اليوم أقل شيء 7 مرات في يوم واحد، تشغل في البيت 7 مرات الصافات، تخلص الصافات تخلص 7 مرات في اليوم، وتكرر بكرة 7 مرات في اليوم، بعدين 3 أيام كل يوم 7 مرات تشغل فيه سورة الصافات، وبمشيئة المولى سبحانه وتعالى يلاقون السحر وين مكانه، أو يفك، يا يفك السحر، يا ينشق الجدار، يا يفك بلاط، يا يشار لهم طيب يا شيخ، بمنام، إذا كان وين يعني مكان اسمع السحر كلامك يبطلونه. بس. الله يرضى عليك، قطعتي كلامي الله يرضى عليك. العالم قاعدة تسجل، أبغى يسجلون لأنه قاعدة تسجل الشاشة، ما نبغى نقطع الكلام، أبغى العالم تسجل وتسويه. خلاص صوت الصافات بعد ال3 أيام اللي تكلمنا عن هذه، خلاص بمشيئة المولى سبحانه وتعالى أحد منكم يشوف رؤيا أو جدار يفك أو مطبخ أو أي أمر في البيت يحدث فيه شيء وتجدون مكان السحر، أو تخرج حشرات، أما نمل أو دود أو صراصير أو ما شابه ذلك، أو أجلكم الله دورات المياه يحدث فيها أمر وترى في المنام أو في الواقع. فإذا شفتوا هذا الأمر اتصلوا عليه ولا على أي راقي متمكن يقول، ترى تقولون ترى احنا صوروه، قولوا احنا لقينا هذا المكان فيه هذا الشيء، وتبطلونه، يبطل أو يبطل بإذن الله سبحانه وتعالى أثناء القراءات.